أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تجديد التعاقد مع شركة أمازون ويب سيرفيسز والتعاقد مع شركة كمبيوتر ووترلاند، انطلاقا من أهمية تعزيز ومواصلة التعاون بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص مع الشركات الدولية الرائدة في مجال التقنية. نعم، فهذه الاتفاقية سيكون لها دورا بارزا في تحقيق رؤية مملكة البحرين وتوجهها نحو التحول الرقمي الشامل في مختلف المجالات. من منطلق حرص مملكة البحرين على توظيف أحدث التقنيات في مجال الحوسبة السحابية، جددت هيئة الحكومة الإلكترونية مع شركة أمازون ويب سيرفيس عقد الشراكة لمواصلة العمل واستثمار مختلف التقنيات الحديثة وتوظيفها في مختلف المجالات لخدمة المجتمع. بدأت حكومة مملكة البحرين بالانتقال للحوسبة السحابية من خلال توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ولي العهد في سياسة الحوسبة السحابية أولا، واللي على ضوءها من خلال الاتفاقية الأولى تم يعني بنجاح الانتهاء منها. دليل النجاح نحن اليوم في طوط التجديد من خلال طبعا الفترة الأولى حققنا نجاحات كبيرة، انتقلت 85% من العمليات والخدمات الحكومية إلى الحوسبة إلى السحابة، عندنا توفير 60-80% من التكاليف، توفير الوقت في المشاريع الجديدة بحوالي 60%، تم تدريب 900 موظف بحريني على الشهادات احترافية في هذا المجال. هاي طبعا بوجود الكوادر من خلال هذه الرؤية وهذه النقلة صارت مملكة البحرين ضمن أكثر الدول انتقالا للحوسبة على مستوى العالم. انعكاسات إيجابية ستتولى العمل على ربط مختلف القطاعات بأحدث التقنيات والحلول الرقمية، ما يساهم في تحقيق رؤية مملكة البحرين وتوجيهها نحو التحول الرقمي الشامل في خدماتها وعملياتها. من خلال التجديد راح ان شاء الله يكون في خصومات اضافيه، راح يكون في استثمار في الابتكار في المستقبل في من خلال الابحاث ودعم الابتكار الحكومي في المستقبل، واحنا نتطلع ان شاء الله احنا ندخل التقنيات الحديثه من البيانات الكبيره من التحليل من الذكاء الاصطناعي اللي هي كل دول العالم الان متوجهه له، فمن خلال الشراكه ان شاء الله في المرحله الثانيه راح يكون هذه هو جوانب تركيزنا. توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودفع عجلة الابتكار سيلعب دورا كبيرا في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع، فهذه الاتفاقية ستقدم دعما لمملكة البحرين في تطوير جاهزيتها بمجال التحول الرقمي وتوفير فرص واعدة بمجال الاقتصاد الرقمي. جهود متواصلة لخدمة المجتمع والارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل الهيئة للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات في مجال الحوسبة السحابية، ويأتي تجديد هذه الاتفاقية ليساهم في تحقيق هذا الهدف. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.